مرحبا بكم معي في قناتي. اليوم ان شاء الله غنخدموا مع بعضياتنا، غنوجدوا كريب حلو كيجي على هذا الشكل، كيجي منقط ويمكن لكم تقدموه على هذا الوجه او هذا، فهو كيجي زوين، كيجي خفيف ورقيق ولذيذ. ودابا غنمروا باش نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. هنا عندي ربع الطحين اي الدقيق الابيض اي الفرينه كيف ما تيقولوا في الدول العربيه، وعندي جوج بيضات، وعندي واحد فاني من فئه 7 غرام، وواحد خماله الحلويات اي البيكن باودر من فئه 7 غرام، وعندي جوج معالق سنيده كبار، وعندي قليل من الملح، وعندي ثلث كاس زيت نباتيه، وجوج كؤوس عنبه حليب، وملعقه صغيره خل. ودابا غنمروا باش نتعرفوا على الطريقه. على بركه الله نبداو. على بركه الله ناخذ شي اناء باش نشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال البانكيك. عندي هنا جوج بيضات ونضيف عليهم جوج معالق سنيده كبار، ونضيف ملعقه صغيره خل، ونضيف قبصه ملح، ونضيف شخصيه فاني من فئه 7 غرام، ونبدا نخلط العناصر جيدا مع بعضها. نضيف الزيت ثلث كاس عنبه كبير، ونكمل نخلط الخليط جيدا. ونضيف كأس حليب، وممكن تنسموه بقشور الحامض أو قشور الليمون، ولكن في الأخير خاصكم تصفيو الخليط ديال الكريب. ونضيف الكأس الثاني من الحليب، ودابا نبدأ نضيف الطحين تدريجيا. نستمر بالخلط الخليط ديالنا بعد ما امتزج مزيان كيصبح بهذا الشكل، مجاري ما خاطرش بزاف وما جاريش بزاف، متوسط باش كيزين الكريب ناجح ولذيذ، ما تيجيناش غليظ بزاف. ودابا غنشعل النار على مقلاة خاصة بالكريب
وكنبداو نطيبوه بلا ما نخليوه يرتاح. كيف ما كتشوفوا معايا القوام ديال الخليط ديال الكريب، ودابا غنبداو على بركة الله نطيبو. كندورو الخليط في المقلاة كاملة وكنطيبو فوق عافية مهيلة. ودابا كنقلب، تسمحوا لي حيت شادة التليفون بواحد ليد، وكنقلب بواحد ليد. من بعد ما كياخد هاد اللون كنقلبوه، فهو كيجي زوين ولذيذ. غير جربوه ونعاود نكرر نطيب وحده اخرى. نخليه يطيب ونستمر بنفس الطريقة، تنسالي الكمية كاملة اللي عندي. وهانتوما معايا، الكريب ديالنا بعد ما كملناه بالطياب كيجي منقط بحال هكا، ورقيق ورطب وخفيف، كيجي لذيذ ورائع. فجربوه، فهو كيجي زوين. ويمكن لكم تحشيوه باي حاجه بغيتوها، يمكن لكم تحشيوه بالموز والشوكولات الكحل او الكريمه الليمون والشوكولات، كيف ما بغيتو تناولوه. وهذه الكميه اللي خدمناها كتعطينا 10 ديال الكريبات. جربوه بصحتكم وراحتكم، وتهلاو في ريوسكم في رعايه الله وحفظه. الى اللقاء.